مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن رحلتي في جزر فارو. بصراحة جزر فارو من أجمل الأماكن اللي زرتها، تجربتي فيها كانت جميلة. جزر فارو لها حكمها الذاتي، ولكن تتبع الدنمارك إداريا. راح أحط لكم موقعها بالخريطة ونشوفها مع بعض. جزر فارو عبارة عن أرخبيل يتكون من 18 جزيرة، وتقع في أقصى شمال أوروبا بين البحر النرويجي وشمال المحيط الأطلسي. تقع جزر فارو بين ثلاث دول، بين أيسلندا واسكتلندا والنرويج. جزر فارو تحتاج إلى فيزا شنغن لدخولها. أنا دخلتها عن طريق الدنمارك، وكانت الإجراءات بسيطة جدا وما فيها أي تعقيد. مطارهم صغير وملموم، حجزنا سيارة وحجزت سكن جميل جدا يتسع لخمس أشخاص تقريبا، في خمس غرف ومطل على البحيرة مباشر. حجزتها عن طريق موقع Airbnb، وكان سعره معقول جدا. سعر الليلة الوحدة 50 دينار كويتي، ما يعادل تقريبا 650 ريال سعودي أعتقد. أحط لكم فيديوهات عن السكن، شوفوا جميل جدا. هذا المطبخ، وهذه إطلالة البلكونة على البحر مباشرة. فندقنا يقع في منطقة سان فوغر، يبعد عن المطار 10 دقائق. أبتكلم عن الأمن والأمان في جزر فارو. جزر فارو تعتبر آمنة جدا، والعجيب في هذا أن جزر فارو ما فيها أي سجن، فيها فقط مراكز شرطة للتوقيف، وأي شخص يرتكب جريمة يتحاكم في الدنمارك لأنها تتبعها إداريا. وجزر فارو بعد العجيب فيها أنها ما تملك أي جيش، أي حرب تصير لهم أو مشكلة تصير لهم تتحمل مسؤولية كاملة الدنمارك. راح نتكلم عن أهم الأماكن السياحية في جزر فارو. في شلال اسمه مولا فوسر، من أجمل الشلالات اللي شفتها بحياتي. هذا الشلال مصب الشلال نفسه ينزل على المحيط الأطلسي، شيء عجيب. راح أحط لكم الفيديو وشوفوا بنفسكم. أنا أشوف جزر فارو بلد العجائب. راح نعطيكم معلومة بعد جديدة عن هذا البلد الغريب. جزر فارو عدد الخرفان أكثر من عدد الشعب، يعني تقريبا عدد الشعب 50,000 نسمة، وعدد الخرفان يمكن 70,000 أو 80,000، يمكن الحين تكاثروا ما أدري، بس مهتمين بالموضوع بشكل مو طبيعي. حتى على الخرفان يحطون استيكر يعطي إضاءة بالليل عشان السيارات ما تجي تدعم الخرفان، لأنهم منتشرين بكل مكان في جزر فارو. وبحط لكم فيديو عن هذا الموضوع. جزر فارو بلد الخرفان، مثل ما قلنا عدد الخرفان أكثر من الشعب، بكل مكان تحصلون. وهذه البحيرة في وادي ساكسون، شوفوا الشلالات تبارك الرحمن. 1 2 3 4، بكل مكان تبارك الرحمن. سبب تسمية جزر فارو بهذا الاسم لكثرة الخرفان عندهم، أو كما تسمى الأغنام. وأيضا يتكلمون اللغة الفاروية والإنجليزية والدنماركية. والغريب أكثر أن عندهم 3 إشارات بالعاصمة فقط. بحيرة اسمها سور فاغس فاتن، هذه أكبر بحيرة موجودة في جزر فارو. عمرك شفت بحيرة فوق محيط موجودة في جزر فارو؟ يعني نشوف أنا بلد العجائب،
يعني تخيل تصعد فوق وتتمشى تقريبا مدة ساعتين عشان توصل لنهاية البحيرة، تشوف منظر عجيب، تشوف نهاية البحيرة تعطيك إطلالة كاملة على المحيط الأطلسي. بحط لكم صورة عنها وشوفوها. في قرية اسمها ساكسون، من أجمل القرى اللي زرتها في جزر فارو. هذه القرية تشوفها وانت رايح بالطريق، تشوف مناظر طبيعية خلابة، شلالات وأنهار. الطريق بروحها قصة، فأنصح أي شخص يزور جزر الفارو يزور هذه القرية ضروري. بس الطريق لها شوي لازم تنتبه، لأن الطريق رايح جاي يعني سايد واحد في بعض الأماكن هناك، فلازم تنتبه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ونجي على آخر جزيرة اسمها مايكينس. هذه الجزيرة مشهورة لرؤية طائر البفن، هذا الطائر مشهور بهذه الجزيرة. الجزيرة تقريبا لازم يكون حجز مسبق، في لها أكثر من رحلة، لكن احجز الرحلة اللي توصل الصباح في وقت مبكر عشان توصل وتشوف المنارة، لأن المنارة بصراحة مناظرها خلابة، تاخذ لك صور حلوة وانت راجع تاخذ لك صور حق طائر البفن، بصراحة تستحق الزيارة، وبحط لكم فيديوهات عنها. جزر فارو تستحق من 3 ليالي إلى 4 ليالي كافي، لأنها الجزيرة صغيرة وتقدر تغطي بأغلب الأماكن السياحية كاملة. هل هي مناسبة للعوائل والشباب؟ أنا أشوفها مناسبة للشباب أكثر، لأن فيها مشي مثل ما شفتوا، المنارة والبحيرة هذه أقل شيء تمشي 2.5 ساعة رايح 2.5 ساعة وانت راجع، يعني بصراحة متعبة جدا للعوائل، ويبلها لياقة، لازم تتمرن وتتعود على الصعود والنزول والسوالف هذه. وأيضا بخصوص الأكل في جزر فارو، ما فيها مطاعم كثيرة منتشرة، فيها مطاعم محلية والأكل فيها غالي، فحنا نطبخ من نفسنا للأمانة، يعني أغلب السفرات هذه فالواحد يطبخ من نفسه، وأشوفها تستحق الزيارة، وإن شاء الله أني قدرت أقدم تقرير حلو وتقرير كامل عن هذه الجزيرة الجميلة. يعطيكم العافية واسمحونا على الإطالة.